فيديو جديد في سلسلة فيديوهات tips and tricks. في سلسلة الفيديوهات دي هنحل مشاكل، هندي نصايح، وهنتكلم عن تفاصيل صغيرة تسهل لك شغلك على مواقع print on demand. في حلقة النهاردة هنتكلم على واحد من أحسن المصادر المجانية أو public domains اللي ممكن تستعمله في شغلك على مواقع print on demand. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر، ولو دي أول مرة ليك هنا في القناة، أنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرينت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب. مع انتهاء عيد الفطر السعيد، أتمنى أن أنتم كلكم تكونوا قضيتوا وقت كويس في العيد واستمتعتوا مع أهلكم مع أصحابكم، وتكونوا كده ريحتوا شوية من جو الشغل المستمر، علشان بقى نرجع كده للشغل ونبتدي نطور من نفسنا ونطور من الشوبس بتاعتنا ونبتدي نعمل سيلز عن قريب إن شاء الله. الموقع اللي هنتكلم عليه النهاردة واحد من أحسن المواقع اللي ممكن تستعملها في بناء ستور كويس جدا على مواقع البرينت أون ديماند، لأنه بيوفر لك صور كتير وإليمنتس وعناصر ممكن تستعملها في ديزايناتك وتخلي ديزايناتك شكلها كويس. الموقع اسمه رو بيكسل، اكتب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. بيتقسم الموقع ده لثلاث أقسام، في جزء فري، في جزء بريميوم، وفي جزء بابليك دومين. طبعا احنا هنتكلم على الفري والبابليك دومين لأن احنا دايما بنركز على الموارد المجانية اللي ممكن تساعد المبتدئين وكمان المحترفين في انهم يصنعوا حاجة كويسة من غير ما يحطوا فلوس فيها قوي. اما البريميوم، لو انت عايز تشترك في البريميوم فديت برضو ايه هنتكلم عليها كده جزء بسيط في السريع، لو انت حابب مش حابب براحتك يعني، مش هيبقى فيه مشاكل. طبعا لو احنا دخلنا على الجزء البريميوم فهتلاقي فيه صور كتير جدا انت ممكن تستعملها، منها الفوتوغرافيك بيكتشر، ممكن مثلا تلاقي اليمنتس زي ديت، ممكن تبقى عناصر زي دي تستعملها في ان انت تعمل باترن زي البرودكت دوت، وهتلاقي فيه حاجات كتيره جدا جدا. كل اللي عليك انك تيجي تدور هنا وتشوف اللي انت بحبه او اللي انت حابب تستعمله. يعني في عندك نوعين من البريميوم، في الكاجوال وفي البيزنس. البيزنس دوت للكوميرشال يوز، لو انت عندك حاجه وهتبيع دي $19 بير مانس. الكاجوال طبعا دي اللي هي الاستعمال البيرسونال، لو انت عندك مثلا ايه براند عايز تعمل لوجو بانر دي $3 بير مانس، بس طبعا احنا مش هنتكلم عليها كتير دلوقتي. دي الجزء الفري، فالجزء الفري برضو فيه كميه كبيره من الصور المجانيه اللي انت ممكن تستعملها وكمان تستعملها كوميرشلي وكمان بيرسونال يوز. هتلاقي مكتوب هنا سيف تو يوز فري ايمج فور ايفريون، لو ضغطت على علامه الاستفهام اللي موجوده هنا ديت، اول ايمج وذ ريكوجنايزابل بيبل هاف سايند موديل ريليس سو يو كان فيل سيف يوزينج اور ايمج فور بوث بيرسونال اند كوميرشال بروجكتس. يعني اي صوره تستعملها من الفري هتبقى فري في الكوميرشال وكمان البيرسونال اليوز، بشرط طبعا وده موجود في كل المواقع انك تعمل تغيير واضح على الصوره، ما تاخدهاش ما تنزلهاش بعد كده ومرفعها على مواقع البرنت اون ديماند. الجزء الثالث اللي هنستعمله النهارده وهو البابليك دومين. البابليك دومين دوت اللي هو حاجه الكومن لايسنس، يعني هيقول لك هنا بيست بابليك دومين فينتج ديزاين ريسورسز وذ سي سي 0 لايسنس. ايه هي السي سي 0؟ السي سي 0 ده اختصار لكرييتيف كومن لايسنس. طب ايه هي الكرييتيف كومن لايسنس؟ الكرييتيف كومن لايسنس از ون اوف ذا سيفرال بابليك كوبيرايت لايسنس، يعني حقوق ملكيه للجميع، كل ممكن يستعملها. ذات انيبل ذا فري ديستريبيوشن of an otherwise copyrighted work. A CC license is used when an author wants to give other people right to share, use and build upon work that author has created. يعني اللي عمل الصورة ديت او اللي رسم الديزاين دوت او اللي حط الماتيريال ديت عليها CC0 او اللي هي Creative Commons License، هو بيديها للناس ان هي تستعملها، سواء يوزعها، سواء يستعملها على كتاب، يستعملها على منتج، يستعملها personally براحتك خالص من غير حتى ما تدي attribution لحد. لو جينا بقى بصينا على البابليك دومين وحبينا نشوف ايه هي الاليمنتس او العناصر، هتلاقي فيه تشكيله رائعه. لو جينا بقى رجعنا للبابليك دومين علشان نشوف ايه هي العناصر او الصور اللي احنا ممكن نستعملها، فهتلاقي فيه تشكيله كبيره جدا من الفوتوغرافيك بيكتشرز، الاليمنتس، كمان الووتر كولر بينتس، في الفينتج بيكتشرز. فاحنا لو جينا مثلا كتبنا كاتس، خلينا نسرش على الكاتس مثلا، فهتلاقي برضو صور شكلها كويس جدا واللي ممكن تنقل ديزايناتك من مستوى لمستوى تاني. صوره زي دي شكلها كويس جدا لو حطيت وراها خلفيه ريترو بالوان مناسبه وكتبت حاجه مثلا كويسه على الريترو سيركل ديت، هيبقى شكلها كويس جدا وهتخلي ديزايناتك شكلها كويسه. لو جينا مثلا كتبنا dogs
برضو هيبقى هتلاقي فيه صور ووتر كالر، في عندك حاجات مثلا فاني زي ديت، صور فاني مثلا لحيوانات لابسين لبس بني ادمين مثلا، في عندك مثلا انيميتد بيكتشر، الحاجات اللي بتستعمل في الانمي، الصور اللي بتترسم قبل ما تتعمل انمي، هتلاقي فيه حاجات كتيره جدا ممكن تيجي تختار منها وتعمل ديزاينات كويسه. بس لو جينا مثلا ضغطنا على فينتج هتلاقي مثلا صور كتيرة بقى شكلها كويس جدا، صورة زي دي شكلها كويس جدا، حاجة زي دي برضو شكلها كويس جدا. لو جينا فتحناها في صفحة تانية ديت ممكن تعملها بأكتر من طريقة، ممكن بس تقص الجزء اللي بره ده وتاخد الألوان ديت اللي هي شكل أعشاب وتستعملها في فصل الخريف مثلا كنوع من أنواع الديزاينات اللي ممكن تحط بس على التيشيرت بس الرسمة ديت، وتعدلها بتعديل بسيط بحيث إن هي تبقى يونيك وشكلها كويس، تشيل الخلفية والحاجات السود ديت بحيث بس تبقى إيه الألوان بتاعة الأعشاب، ممكن برضو تحط الخلفية ديت كخلفيه لإليمنت مثلا شكل قلب او شكل مربع مثلا، او لو انت بتشتغل على الكي دي بي اللي هي الامازون كي دي بي ممكن تستعملها ككفر للبوك، ممكن تستعمل مثلا صوره زي دي في ان انت تستعملها كإليمنت ان انت تصنع ديزاين شكله كويس. وان شاء الله هنشوف برضو في الفيديو بتاع النهارده ازاي تشيل الخلفيه بشكل احترافي بحيث تطلع الصوره شكلها كويس جدا. طيب انا جي اخترت صوره زي ديت لان من الصعب جدا حد يشيل الخلفيه اللي ورا ويشيل الخلفيه اللي موجوده بين الخطوط الصغيره ديت او الضيقه ديت من غير ما يبوظ صورة. هنتكلم فيها النهارده وهنشوف ازاي نقدر نطلع الاليمنت بس اللي هي رمز العين او الشكل بتاعت العين دي نطلعها بره لوحدها وما ناخدش الخلفيه معاها. مبدا ايه كده، انت هتيجي هنا وتعمل تختار الجي بي اي جي، ما تختارش التي اي اف اف، وتختار الاوريجينال سايز، وبعد كده تعمل داونلود هتنزل على الكمبيوتر على طول. طبعا ده شكل الصوره اللي انا نزلتها من على الموقع وبعد ما عملت لها داونلود. لو جينا قربنا الصوره كده وبصينا على الديتيلز هتلاقي ان من الصعب جدا ان انت تشيل الخلفيه في صوره زي ديت، وبالذات ان الصوره مدموجه جامد مع الخلفيه. طب هنعمل ايه؟ هنحتاج في البروسيس ان احنا نشيل الخلفيه ديت هنحتاج برنامج او ابلكيشن مجاني اسمه انك سكيب، تقدر تنزله من على الموقع بتاعهم فور فري، مش محتاج حتى تعمل ساين اب. كل اللي انت هتيجي وتخش على الداونلودز وتختار ليتست او كرنت فيرجن او ليتست فيرجن، المهم ان انت تنزل الابلكيشن وتشغله على الكمبيوتر بتاعك. بعد ما تعمل داونلود للانك سكيب وتشغله على الكمبيوتر بتاعك هتيجي تقوم انت فاتح الانكسكيب وحاطط الصوره اللي انت عايز تشيل الخلفيه منها وتقوم حاططها على طول هنا على الصفحه الجديده بتاعتك هنا او النيو بيج او النيو بروجكت على انكسكيب. طيب هنشيل الخلفيه ازاي؟ تقوم طبعا اول حاجه بعد ما تعمل امبورت وتكبر الصوره كده شويه بحيث تبقى واضحه، تضغط على الصوره وتقوم رايح على الاختيار اللي فوق اللي اسمه باث، وبعد كده تقوم انت مختار تريس بيت ماب، تريس بيت ماب الاختيار الثالث من فوق، او تضغط على شيفت الت وحرف البي، تضغط عليه يفتح لك ويندو او صفحه بالمنظر اللي انت شايفه دوت، وتختار ورايا الاوبشنز دي بالظبط. اول حاجه سنجل سكان، وبعد كده تقوم انت مختار اول واحده اللي هي برايتنس كاراف، وبعد كده تقوم انت مختار البرايتنس ثريشولد 0.45 بالظبط كده، وتقوم انت جاي هنا بقى على الاوبشنز تحت دي تبقى 2 1 و 0.2 ما تغيرش فيها، هي ديت ايه يعني تبقى شكلها كويس كده. طبعا الاوبشنز دي بتتغير على حسب نوع الصوره، بس الصوره اللي زي ديت انا شويه انا بعد ما جربت لقيت ايه الاوبشنز دي هي احسن حاجه. بقى كده تقوم ضاغطين اوكي، هتيجي بقى تشوف هتلاقي بقى اللي حصل ايه، ان هو فصل الاليمنت اللي جوه الصوره عن الصوره نفسها. يعني احنا لو جينا مسحبناها كده كده بقى عندك الصوره الاليمنت اللي موجود جوه الصوره غير الصوره نفسها. فلو احنا جينا مثلا مسحنا الصوره كده بقت الصوره من غير خلفيه خالص، بقى شكلها كويس بجوده عاليه وشكلها كويس جدا، وممكن تستعملها بقى على طول على ديزايناتك. كل اللي انت تعمله هتقوم انت جاي بقى طبعا واخدها واعمل لها اكسبورت از بي ان جي، واخدها بقى على الفوتوشوب او البرنامج التصميم اللي انت بتحب تتعامل بيه وتستعمله زي ما انت عايز، تعمل اكسبورت از وبعد كده تقوم عامل اكسبورت. هنيجي بعد كده نفتح الفوتوشوب ونحط الصوره اللي احنا جبناها او اللي احنا عملنا لها شلنا الخلفيه منها ونحطها على الفوتوشوب ونبتدي تصميم الديزاين بتاعنا بالشكل اللي انت عايزه. طبعا احنا لو جينا قربنا الصوره هنا هتشوف قد ايه الصوره شكلها احترافي جدا وشال الخلفيه بشكل احترافي. ممكن تستعملها بقى باكتر من طريقه، احنا مثلا لو انا مش عايز الجزء دوت من الصوره ممكن امسحه عادي ثانيه كاباسيتي تمام، ممكن امسحه خالص مش عايز مثلا الحته ديت الحاجات اللي مثلا شكلها مش حلو في الصوره امسحها عادي كده خالص، ويبقى انت كده حصلت على الصوره بتاعتك. ممكن تحط بقى خلفيه، ممكن تحط كلام فوقيها، ممكن تعملها كوبي وتغير مثلا مكانها، تستعملها بالطريقه اللي انت عايزها.
بكده خلص فيديو النهارده. اتمنى الموقع اللي اتكلمنا عليه النهارده يقدر يفيدك وتقدر تستعمله في تحقيق المبيعات الكويسه، واتمنى الطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها في استعمال الانكسكيب تقدر تفيدك وتطور من مهاراتك التصميميه. اما بقى لو عندك سؤال استفسار او في مشكله واقفه قدامك، او لو حتى حابب ان انا اقيم الشوب بتاعك، تقدر تسيبه لي تحت في الكومنت او تتواصل معايا على الفيسبوك انستغرام او تويتر، وانا ان شاء الله رد عليك واساعدك باللي اقدر عليه. اتمنى لك كل التوفيق واشوفكم على خير.